الحياة متى السايكليك تراك هو ماس يقول لما التيتي فلاي البيت ذا هيومن فور اتس بلاد ميم، يعني لما الانسان القرصه قربت التيتي فلاي ويا السلايفا مالتها ويا اللعاب مالتها يدخل الى جسم الانسان المتا سايكليك ترايكوماستيكوت، الفورم اللي هو المتا سايكليك ترايكوماستيكوت بالترايكوماستيكوت بالتريبانوسومال داخل دم الانسان. المتا سايكليك ترايكوماستيكوت يتحول الى ترايكوماستيكوت داخل البلد، يصير له مالتيبليكيشن وينتقل من البلد للليمف للسباينال كورد، يسبب الديزيز بهالحاله، يسبب سليبنج ديسوردر اللي هي الانسان يقوم ينام بالنهار ويقعد بالليل، بالليل يصير عنده ارق وانسان ما يقدر ينام بالليل، اللي على هالاساس يسبب السليبنج ديسوردر او السليبنج سكنس. ورا ما يصير ديفيجن مالتيبليكيشن بالبلد مال الهيومن بالترايكوماستيكوت فورم يتحول الى ترايكوماستيكوت ستامبي فورم. بس الترايكوماستيكوت فورم دي اكثر من فورم واحد، الترايكوماستيكوت دي اكثر من فورم. اول ما يكون شكله اول ما يتحول الى ترايكوماستيكوت يكون لونج ثين فورم، هذا الفورم اللي موجود هنا شكله يصير لونج وثين. الفورم الثاني مالت التريكوماستيكوت يسموه انترميديت فورم، واخر شيء يتحول الى الستامبي فورم. من يتحول الى الستامبي فورم هو بداخل البلاد، فلما تجي التيتي فلاي بايت الهيومن على مود البلاد ميل مالتها ينتقل للتيتي فلاي ويا البلاد ميل موجود بالدم، لما تنقرص ينقرص الانسان السي سي فلاي اللي الدم ينتقل للتريبانوسوما للجت مال السي سي فلاي، بالجت يتحول الى بروسايكليك تريبانوماستيكوت، وهناك يصير له باينري فيجن يتحول للابيماستيكوت انه بينتقل للسالفري جلاند. اول شيء هو موجود بالجت، بالجت مال السي سي فلاي، وراها بالابيماستيكوت يتحول للسالفري جلاند، من السالفري جلاند يصير لما تسايكليك تتحول الى متاسايكليك تراكوماستيكوت اللي هي الانفكتد ستيج للهيومن. ويانا علي مساعد محمد علي موجود لو لا؟ علي مساعد محمد علي تسمعوني طلاب لو لا؟ دكتورة بس ممكن تعيدين ذاك السلايد لان شوية النت عندي قطع. ماشي هذا هذا السلايد عن اللايف سايكل مالت التريبانوسوما، هو مطلوب عندكم بس حتى نبتدي بصوره عامه. الانفكتيف فورم هي الميتاسايكليك تريبانوماستيكوت، هذا الميتاسايكليك تدخل لدم الانسان عن طريق البايت مال التي تي فلاي وتحول الى تريبانوماستيكوت داخل البلد، تنتقل للليفنود سباينال فلويد، تنتقل بقيه اجزاء الجسم يصير لها مالتيبليكيشن، ثم تتحول الى التريبانوماستيكوت ستامبي فورم. الترايكوماستيكوت تكون موجودة على شكل 3 فورمات اللي هن اللونج ثين، الانترميديت فورم، والستامبي فورم. الستامبي شورت ستامبي فورم. لما توصل للشورت ستامبي فورم، الشورت ستامبي فورم هم اللي يكون الانفكتيف للتيتي فلاي. انفكتيف للتيتي فلاي مو للهيومن. تدخل لما التيتي فلاي تقرص الإنسان تأخذ لها بلاد ميا وينتقل لها الشورت ستامبي فورم، بداخل الجت مالتها يتحول من الشورت ستامبي فورم إلى البروسايكليك تريكوماستيكوت، يصير له باينري فيجن يتحول إلى الإبيماستيكوت، الإبيماستيكوت ينتقل للساليفري جلاند مالتها، ينتقل للساليفري جلاند من الجت للساليفري جلاند. هذا الحكي هنا المهم، ساليفري جلاند يتحول إلى الميتاسايكليك تريكوماستيكوت اللي هي تكون الانفكتيف فورم للهيومن، بحيث لما تجي تاخذ بلاد ميل من الهيومن ثاني مره ثانيه ينتقل الميتاسايكليك تريكوماستيكوت للانسان اللي هي انفكتيف فورم. بس التريكوماستيكوت فورم ان ذا فيرتيكال بليد يكون سبندل شيب الونجيتد، سبندل شيب يعني شكله مبزعي يعني بوينتد من الانت البوستيريور اند والانتيريور اند. يقول لك هنا بوينتد من الانتيريور اند وبلانت بالبوستيريور اند، بوينتد يعني مدبب. غدير صلاح موجوده لو لا؟
غدير صلاح مو موجودة. فاطمة حيدر موجودة ولا لا؟ فاطمة كعبو. نعم دكتورة موجودة. فاطمة كعبو موجودة. بس يقول لك pointed بس spindle shape trichomasticus يكون شكل spindle قلنا يكون pointed من الانتيريور اند وبلنت بالبوستيريور اند. قريب لنا شو يعني pointed بالانتيريور اند؟ انت فاطمة حيدر مول ولا دكتورة؟ أنا فاطمة كاظم يعني مدبب. مدبب من الانتيريور اند. الانتيريور شنو يعني؟ تعرفين؟ ايه خلفي. الانتيريور امامي، البوستيريور خلفي. ايه امامي. هي تكون مدببة من الجهة الأمامية مالتها. والبلانت شنو يعني بلانت؟ ما تعرفين؟ مو مشكلة. البلانت يعني مو حادة، يعني مو مدببة، يعني تكون شوية أعرض من الجهة الخلفية مالتها. زين النيوكليوس السنترال النواة مالتها مثل ما قلنا سنترال ترايكوماستيكوت اللونج ثينك بون أو سمثينج. حاليا احنا نحكي عن اللونج ثينك بون. تكون بوينتد من الانتيريور اند، هاي الانتيريور اند مالتها تكون بوينتد. البوستيريور تكون شوية بلانت، البوينتنس يعني مو كلش مدببة، شوية بلانت. بلانت يسموها غير حاد غير مدبب. النيوكليوس مالتها سنترال central nucleus in position and kinoplast is situated at the posterior end. الكينوبلاست بالposterior end. بالنهاية تكون الكينوبلاست posterior end. The flagella starts just adjacent to the kinoplast. الفلاجيلا حقنا اللي تحتاجون تعرفوا باختصار، يعني مو كلش مضبوط الحكي، لكن باختصار الفلاجيلا تجي من الكينوبلاست. Flagella start adjacent to the kinoplast, curves around the body to form undulating membrane. Second, the undulating membrane هو أصلا نفسه ال undulating membrane هو نفسه الفلاجيلا. يبدأ من الكينوبلاست يتموج يسوي undulating membrane وينتهي من النهاية يطلع كpreflagella. الانديوليتي ممبرين هو نفس الفلاجيلا يطلع من الكينوبلاست. كيربز اراوند ذا بودي. كيربز شنو يعني كيربز؟ محمد سليم شنو يعني كيربز؟ نعم دكتور. نعم دكتور. كيربز اراوند ذا بودي يعني؟ ايه قصدك كيرف؟ كيرف اي كيرف كيرف يعني مثل منحني يعني؟ يعني غير مدار الجسم لحد ما يوصل للنهاية. بس احنا بدنا نحكي على الفلاجيلا اللي ينبت من الكينوبلاست. ينبت من الكينوبلاست يطلع الفلاجيلا يتموج او ينحني دائر مدار الجسم مالت الباراسايت نفسه وبعدين يتحول الى فري فلاجيلا بنهاية الجسم اللي هو يسموه الانديوليتين ممبرين. هذا الفلاجيلا المنحني الكيرفز around the body يسموه انديوليتين ممبرين. Continues beyond the anterior end as preflagella. بالنهاية يتحرر يصير flagella حر واحدة خارج الجسم نهاية الجسم. شلون شعراية نابتة من نهاية الجسم. The trypomastigotes of Trypanosoma brucei are highly polymorphic, varying in shape and size in different stages. Higher stage مال trypomastigotes هي بها مراحل، ست مراحل، ثلاثتهن يسموهن trypomastigotes. trypomastigote form هو شكل واحد. trypomastigote شكل واحد يمر بثلاث مراحل يلا يوصل للشكل النهائي. يسموه highly polymorphic. polymorphic trypomastigote يكون highly polymorphic. trypomastigote highly polymorphic. المورفولوجي الأول مالته يكون long slender form يكون طويل واسطواني اللي هسه احنا شفناه بالصور. هذا long thin form cylindrical spindle هو نفسه. فالسبندل فورم مالته هذا الفورم الأول
الترافوماستيغوت أول ما تتكون الترافوماستيغوت يكون لون بندل فورم وراها تتحول إلى الانترميديات فورم انترميديات فورم أكثر من واحد تجي شيء بهالشكل هذا تجي بهالشكل هذا وآخر شيء تتحول إلى شورت ستامبي فورم هذا الفورم الأخير اللي هو يكون إفكتيف للتي تي فلاي الشورت ستامبي بورد فورم with attenuated or absent flagella. يكون الفلاجيلا ما تغير واضح زين بوليمورفيك تريبانوسوما عن بلاستم هذه شكل تريبانوسوما بالبلاستم أشكالها تختلف هي إحنا قلنا إن تريبانوسوما تكون موجود بالبلاست فهذني البوليمورفولوجي احنا لما نشوف البلاد سامبل مالت البيشنت نلقى بيه اي وحدة من ذني الفورمات الثلاثة بهاي الصورة شوفوا الامزولايت النافل شلون يكون جدا واضح النيوكليوس السنترال هذه الكينوبلاست تكون بوستيريور بوستيريور كينوبلاست والنيوكليوس السنترال واضحة في ذني السلايدات السلايدات مهمة تجي بالعملي بالامتحان الفاينل زين هذا كل جام بالنسبة للتريبانوسوما بروسي كامبيانسي علي حسين غني موجود لو لا علي حسين غني موجود بس نجي على التريبانوسوما اللي وراها التريبانوسوما بروسي روديزيانسي المورفولوجي الهابيتنت والجراف سايكل كلهن سيميلر للتريبانوسوما الجامبيانسي الروديزيانسي تشبه الجامبيانسي من معينة واحد من ضمنها شكلها اللايف سايكل مالتها زين هذا الجدول مقارنة بين الجامبيانسي والروديزيانسي الغامبيانسي يقول لك موجودة بالوست أفريكا الروديزيانسي موجودة بالإيست أفريكا الديستريبيوشن مالتهم يختلف هذا بالوست والسنترال أفريكا الروديزيانسي موجودة بالإيست والسنترال أفريكا الفكتر مالتهم نفس الفكتر الفكتر ما يختلف يعني الفكتر مالتهم يكون التيتي فلاي الريزيرفر مالتهم mainly human روديزيانسي وسترن اند دومستيك انيمال قلنا الغامبيانسي هي الموست كومن الفيرولنس هنا تكون الفيرولنس مالت فلس هنا نمون الكورس اوف ديزيز كرونيك واكيوت باراسيتيميا هنا لو هاي نيمفوادينوباثي ايرلي بيرمننت ولس كومن الايزوليشن الرودنت ما نقدر نسوي الايزوليشن بالرودنت هنا نقدر نعمل الرودنت المورتاليتي هنا لو هنا هاي مورتاليتي ريت زين الدياجنوستيك اوف تريبانوسوما بروسي تتضمن اثنين عندنا الجامبيزيانسي والروديانسي الدياجنوستيك اوف وات تايب اوف افريكان تريبانوسوما سيميلر نفس الدياجنوستيك قلنا نفس المورفولوجي نفس اللايف سايكل نفس الدياجنوستيك الديفينيتيف دياجنوستيك يعني التشخيص النهائي مالت السليبين سيكنس يكون لما نشوف التريبانوسوما بالبريفرال بلاد او بالبون مارو أو بالlymph node أو بالcerebral spinal fluid. يعني باعتبار إنه هاي التريبانوسوما تدخل ويا CT fly بالblood تنتقل للlymph node تنتقل للbone marrow تنتقل بالcerebral spinal fluid. فإذا إحنا نأخذ أي عينة من هذول لما نشوف بيها التريبانوسوما هذا تشخيص نهائي يسمى definitive diagnosis. للتريبانوسوما انه هذا التريبانوسوما عنده سليبين سيكنس زين اللابراتوري دايجنوستيك جنرالايزد ديمونستريشن اوف تريبانوماستيغوت اندر انستين بريبريشن اوف دايركت باي اوتوماتيك ميكروسكوبي يعني انا اخذ عينه من البلاد اخليها على السلايد واصلا اخليها جوا المجهر واشوفها بهالحاله تطلع التريبانوسوما شفافه وغير ملونه بس هي موجوده تتحرك
ممكن أدقنتها بالليشمانيا ستين، يعني أصباغها بصغر اسمها الليشمانيا على الميكروسكوب، وأيضا أشوفها تحت المنشار. ممكن أزرعها على وسط أقل عينة الدم، أخليها بوسط اسمها تريبل إن ميديوم، تريبل إن يعني ثلاثي، ثلاث أنات ميديوم، وورا ما أزرعها أجي أشوفها تحت المجهر، نفس الحالة لازم أشوفها تحت المجهر. المرحلة الطريقة الأخيرة يسموها الأنيمال إنوكوليشن، آخذ عينة من الدم أحقنها بالوايت رات أو الوايت مايس أو الإنيبيك أو أي لابراتوري أنيمال، أنتظر بعد أسبوعين وراها أشوف الجريبانوسوم ما عدد هذا الأنيمال ولا يصير عنده هذا السليبين تشيكنس ولا لا، وأجي أفحص الدم مال الأنيمال ألقاها التراكوماستيكوت بالدم مالته ولا لا. بس مرتضى أحمد نور محي موجود ولا لا؟ مرتضى أحمد، مرتضى أحمد تمام. الطريقة الثانية بالدياجنوسيس هي اسمها السيرولوجيكال دياجنوسيس. السيرولوجيكال دياجنوسيس بما معناه إنه أنا آخذ دم من المريض أشوف إذا عنده أنتيجين لهذا الباراسايت أو لا، أو إذا عنده أنتيبودي لهذا الباراسايت أو لا. ماخذين الأنتيبودي والأنتيجين أو لا؟ تعرفون شو يعني أنتيبودي وأنتيجين أو لا؟ نعم دكتورة أخذناه. إيه. فأني أخذ البلد أو هو البلد نفسه سيروز، أخذ البلد وأكو طرق حتى أعرف إذا الأنتيبودي أو الأنتيجين موجودات بالدم ولا. الطرق اللي هي indirect immunofluorescence، indirect hemagglutination test، وأكو ELISA، وأكو أيضا complement fixation test. كل هذا serological methods لديagnosing the trypanosoma brucei سواء جامبيانسي أو روديزيانسي. زين هسه نجي على التريبانوسوما الثاني. احنا قلنا التريبانوسوما تكون عائلتين سبيشيزين، اللي هنا باثوجينيك ليجيون، اللي هنا مهمات بالنسبة لي، اللي أنا مهم عندي إنه أدرسهم، اللي هنا التريبانوسوما كوزي والتريبانوسوما بروسي. التريبانوسوما بروسي اللي كانت تسوي سيبلينج سيكنس، التريبانوسوما كوزي تسبب لي التشاغاز ديزيز، اسمه تشاغاز ديزيز او ساوث امريكان تريبانوسوميسيس. هنا اوكي ولا لا؟ وياي علي سليم، علي سليم موجود ولا لا؟ علي حسين غني موجود؟ علي حسين غني، علي سليم ايضا ماكو. زين بالهيومنز، لما تدخل الهيومنز it exists in both amastigote and trypanosomiasis forms. هذا الباراسايت يكون موجود بشكلين بالإنسان، لما يدخل على جسم الإنسان يدخل بشكلين. الأول اسمه الأماستيغوت فور، الأماستيغوت فور الأ لما نخليها قدام أي كلمة معناها النفي. حرف الأ اللي موجود بكلمة الأماستيغوت الأ هاي تعني نفي، ماستيغوت أماستيغوت يعني يكون ماضي فاعل. وياي مفاز غالب موجودة ويانا مفاز لو لا؟ نعم دكتور وياك. الصورة هذه واضحة ولا لا؟ هاي اللايف سايكل مالت التريبانوسوما كروزي. التريبانوسوما كروزي تنتقل للإنسان عن طريق الفيسيز مالت البوغ اللي رودفيد بوغ اسمها رودفيد بوغ، عن طريق الفيسيز مال البوغ. التريبانوسوما كروزي كانت تنتقل لنا لما البوغ تاخذ بلاد ميل تجينا وهي السلايفا مالتها. شنو يعني سلايفا؟
مهدي محمد ويانا شنو يعني سلايفا مهدي محمد؟ مهدي موجود ولا؟ مهند عادل موجود ولا؟ محمد طارق موجود ولا؟ محمد صالح موجود؟ محمد صالح؟ اوكي. هسه الفكتور مال التريبانوسوم ابروزي هو باب اسمه رودوبيت باب. فبالتريبانوسوم ابروزي كانت تنتقل عن طريق السلايفا. الحشرة لما يعني اللعاب دكتورة؟ هي مبني السلايفا يعني اللعاب. الحشرة لما تقرص الإنسان تبرز اللعاب مالتها. اللعاب في مادة تمنع تخثر الدم، فهي ما تريد الدم يتخثر حتى تقدر تمص الدم تتغذى عليه. ف شلون يعني تفرز لعابها داخل أوعية الإنسان لما تقرصه حتى الدم ما يتخثر في هذا المكان وتأخذ البلازميد مالتها. فهي لما تفرز اللعاب مالتها التريبانوسوم بروسي تجي ويا اللعاب وتدخل للدم مال جسم الإنسان، يعني هي موجودة باللعاب مالتها. أما بالنسبة للتريبانوسوم كروزي فتكون موجودة بالفيسيز مالتها، الفضلات مالت الحشرة. فهي الحشرة أثناء ما تأخذ البلاد ميلا مالتها إذا طلع من عندها خروج أو فيسيز هذا راح يصير على جسم الإنسان. فيجي الإنسان يحك وجهه إذا الإنسان مجروح أو عنده خدش في الجلد مالته أو على وجهه وداز المكان اللي بيد فيسيز، إنه خلى إيده على عينه تنتقل للكونجكتيفا للأغشية. الأغشية كلش بسهولة يصير لها إنفكشن. فالباراسايت يدخل الجسم الإنسان عن طريق الكات بالسكين. شو يعني كات بالسكين؟ علي وليد موجود؟ علي؟ علي وليد؟ علي كاظم؟ علي هاشم؟ علي هشام دكتورة. علي هشام العفو، إيه علي هشام. شو يعني كاتس؟ جروح، جروح أو فتحات بالجلد. أي جرح موجود بالسكين يسوع عليه الفيسيز يدخل الباراسايت عن طريق الكات أو سكراتش. سكراتش أيضا معناه خدش موجود بالجلد، يدخل الباراسايت إلى داخل الجلد ويوصل للبلاد. الفورم اللي يدخل بيه الباراسايت اسمه الميتاسايكليك، الميتاساكليك تريبوماستيفويد فورم. يدخل عن طريق الفيسيز إلى داخل جسم الإنسان. هذا الباراسايت يكون انتراسيلولر. انتراسيلولر يعني داخل خلوي، يعني يخترق جسم الخلية ويطب الخلية نفسها، يتكاثر بداخل الخلية مال الإنسان. هاي هسه خلية إنسان وهاي نواة مال الخلية. فيدخل داخل الخلية، بداخل الخلية يتحول إلى الأماستيغوت فورم. الأماستيغوت فورم هو يفقد الفلاجيلا مالته، يتغير شكله، يصير صغيروني، يصير بيضوي كأنه بيضة، النواة مالته تكون واضحة، الفلاجيلا ما موجود، يختفي الفلاجيلا. فيدخل جسم الإنسان اللي هي الانفكتيف ستيج الميتاسايكليك ترايكوماستيغوت، يدخل على شكل الميتاسايكليك ترايكوماستيغوت اللي هو انفكتيف ستيج الإنسان، يتحول داخل الخلية من الإنسان إلى الأماستيغوت. بالأماستيغوت يصير مالتيبليكيشن. لما يتحول للفورم أوف الأماستيغوت فورم يصير لمالتيبليكيشن، يتكاثر يتكاثر تتكاثر الأعداد مالته. الخلية مال جسم الإنسان تنفخ تنفخ من التكاثر داخلها وتنفجر، لأن بعدها تتحمل هذه الأعداد فتنفجر. تروح هاي الأعداد مالت الأماستيغوت اللي طلعت من هاي الخلية الأولى وتبدي تعد الخلايا المجاورة، وهم نفس الحالة يصير تكاثر، تكبر الخلية وتنفجر لحد ما توصل مرحلة الأماستيغوت فورم يبدي يتحول إلى ترايبوماستيغوت. أول شيء كان متاسايكليك لما نعد جسم الإنسان بخلة، إنه صار أماستيغوت فورم اللي صار بيه مالتيبليكيشن، إنه في المرحلة الأخيرة يتحول إلى الترايبوماستيغوت. الترايبوماستيغوت لما تجي رودوبيت باك همينة تأخذ بلاد ميل من الإنسان، يدخل الترايبوماستيغوت فورم للجوت مالتها. الجوت الأمعاء هاي نان الوهم أحمر لأنه فيها بلاد، لأن مستوى معطى بلاد من جسم الإنسان. فالترايبوماستيغوت يدخل للجوت مالتها. بالجوت الستومك، الجوت هي نفسها الستومك، الترايبوماستيغوت يتحول إلى إبيماستيغوت. إبيماستيغوت كنا معناها أن يكون
النيوكليوس تكون قريبة للكينوبلاست. الكينوبلاست اللي يكون المعلومة مو مضبوطة تماماً لأن بعد فيها تفاصيل، بس هو المصدر مالت الفلاجيلا بالنسبة لكم، بس هي بيها تفاصيل، ما ندخل بالتفاصيل حتى ما تصير دوخة. فالإبي معناها قريب، تكون النيوكليوس قريبة للكينوبلاست. فبالجوت الترايكوماستيجوت تحول إلى اكتيماستيجوت، وبالمرحلة الأخيرة تكون الميتاسايكلوت ترايكوماستيجوت بتكون فيها فيسيس. تمام؟ بس احنا شنو نريد نسولف عن الماستيجوت، الأماستيجوت عفوا. الآن هي معناها النفي، لأنه الماستيجوت هي مو ماستيجوت، ما موجود الترايكوماست، ما موجود الفلاجيل. هسه الأماستيجوت تكون انتراسيلولار باراسايت، موجود بداخل الخلية فقط. They are found in muscular tissue, nervous tissue, and reticular endothelial system. شنو يعني intracellular؟ فاطمة كاظم موجودة؟ فاطمة كاظم؟ نعم دكتورة. شنو معنات intracellular parasite؟ بداخل الباراسايت، يعني داخل الخلية. intracellular يعني داخل الخلية. زين. التريكوماستيجوتس are found in the peripheral blood. الأما احنا قلنا بالهيومنز تكون موجودة على شكلين، شكل أماستيجوت أو ترايكوماستيجوت. الأماستيجوت موجود داخل الخلوي، هذا الأماستيجوت يكون موجود داخل الخلية. الترايكوماستيجوت مش الفورم الثاني يكون موجود بالبلود، يعني سير من تتحول إلى ترايكوماستيجوت تذبح بالبلود وتضل بالبلود. فهسه الترايكوماستيجوت موجود بالبلود البريفرالبلود، والأماستيجوت موجود انتراسيلولارلي داخل الخلية. فأني لما أجي أريد أشخصها أخذ عينة من دم الإنسان المريض، شنو يطلع لي يا فون؟ علي حسين موجود ولا علي حسين أحمد؟ موجود؟ ضحى علي مدحي موجود ولا ضحى علي؟ سرى أمين؟ صابرين هاشم؟ صابرين هاشم موجودة؟ نعم دكتورة. لما نريد لا زحمة، إذا تقدرين تقولين كم هذا يكون أفضل. صابرين هاشم قلنا هسه الفرس. نعم دكتورة. كيف دكتورة الصوت دي قطع ما دافتها؟ الو دكتورة ما دافتها. بس زين عم لا؟ نعم دكتورة موجودة بس ما سمعت السؤال. اي السؤال يقول لما اخذ عينه من دم المريض اللي هو مصاب بالتريبانوسوما كروزي، يا فورم القى بالدم مالته اللي اماستيجوت ولا الترايكوماستيجوت؟ دكتوره الترايكوماسكولار؟ ترايكوماستيجوت. تمام، ليش القى ترايكوماسكولار؟ دكتوره لان حار؟ صحيح، هو تكون بالبريفرال بلاد. الترايكوماستيجوت يعني القاه بالبريفرال بلاد. البريفرال بلاد يعني الدم، نقول الدم بسرعه يكون حر ويتحرك. تكون حره موجوده بالبلاد، بينما الاماستيجوت تكون انترا سيلولار. شكرا لزينه. زينه مو زينه عبد الرحمن؟ نعم دكتوره. تمام عشتي زينه. نرجع الرودوفيد بوغ. الابيماستيجوت فورم ار فاوند ان ذا ميد جوت اند ميتاسايكليك ترايكوماستيجوت فورم ار بريزنت ان ذا هند جوت اند فيسيس. بالرودوفيد بلوك القى الابيماستيجوت فورم والترايكوم الميتاسايكليك ترايكوماستيجوت. الميتاسايكليك ترايكوماستيجوت هو هذا الانفكتيف فورم، والابيماستيجوت الابي دي قلنا قريب، معناها انها قريبه من الكينوبلاست، ايضا موجود بالبلوك. تنعدي هي عن طريق الترايكوماستيجوت، تتحول الى ابيماستيجوت، وما بتصير ميتاسايكليك ترايكوماستيجوت. عن ما تصل الميتاسايكليك ماستيجوت هي موجوده بالبي تي مالتها، وتعدي الانسان عن طريق الميتاسايكليك ترايكوماستيجوت.
المخطط مال اللايف سايكل مو ضروري يعني للاطلاع فقط حتى انت تطلع عليه. زين الاماستيغوت are oval bodies having nucleus and kinoplast. oval يعني شو يعني oval؟ زهرة حيدر موجودة ولا زهرة؟ زهرة حيدر موجودة؟ نعم دكتورة. شنو معنى oval bodies؟ بيضاوي. بيها نيوكليوس وكينوبلاست. الكينوبلاست شو تعرفين عن الكينوبلاست؟ شنو تعرفين عنها؟ شنو قلنا الكينوبلاست؟ شنو دكتورة بس ما سمعت؟ فقط عن الكينوبلاست شنو هي؟ تنشأ من هالفلاجيلا. شنو قلنا زهراء حيدر مو؟ نعم ست. الكامبيوم is absent. قلنا الأماستيغوت قلنا الأي الموجودة قبل الكلمة مالت الأماستيغوت هي هاي نفي معناها الفلاجيلا ما موجودة بها. فأهم صفة مميزة للأماستيغوت إنه الفلاجيلا ما موجودة بها. المورفولوجي ها شكلها بيضاوي أيضا لازم تبين شكلها بيضاوي. Morphologically it resembles the amastigote of Leishmania species. تشبه الأماستيغوت اللي موجودة بجنس الليشمانيا فأحيانا يسمونها الليشمانيال فورم لأنه تشبه الأماستيغوت اللي أخذناها بالليشمون. زين Multiplication of parasite occurs in the stage. الانقسام مال الباراسايت يصير بهاي المرحلة. Multiplication مال الباراسايت يصير بالأماستيغوت فورم اللي هو يكون intracellular. جسم الإنسان يصير بها multiplication يكون بالأماستيغوت فورم ومن الأماستيغوت فورم تتحول للتراكوماستيغوت. This form is found in muscles. Nerve cells and reticuloendothelial system. باعتبار انه هو intracellular فهو موجود بالخلايا والعضلات خلايا reticuloendothelial system وخلايا النيرف اللي هي خلايا عصبية. زين just obligate intracellular هاي صفة كلش مهمة الأهم كلش مهمات فيه انه شكله بيضاوي الفلاجيلا مالته غير موجود absent و obligate intracellular ويصير له multiplication بالهيومن هاي المرحلة بالأماستيغوت. All other trypanosomes are extracellular. هسه هنا المؤشر واضح يمكن ولا لا شباب؟ زيد حسام المؤشر دشوفه مالتي هسه؟ زيد حسام دشوف المؤشر ولا لا؟ نعم دكتور. فهسه هذه خلية بغض النظر عن شيء من الخلية هذا النوع مالتها النقاط الزرق هي الأماستيغوت. هذه الأماستيغوت مال التريبانوسوم اللي موجودة داخل الخلية. هذا المؤشر الأسود على هذه كلهن ذني أماستيغوت فورم. هذا المؤشر الأسود الصغير هذه تريبانوسوم ترايبوماستيغوت لأن موجودة بداخل خارج خلوية. هنا بهذا الفورم شكلها أسود تكون مقربة أكثر هذني الأماستيغوت فورمات النيوكليس واضحة مالتها وفلاجيلا ما بيلو شكلها بيضاوي تصبح بالسيتوبلازم مال الخلية. الترايبوماستيغوت فورم they are non-multiplying forms يعني لما تتحول من الأماستيغوت إلى ترايبوماستيغوت بعد ما تتقسم ما تتكاثر تكون موجودة بالبيرفلو بلود. In the body, they appear either as long thin flagellates or short stumpy form. تشبه الترايبوماستيغوت فورم مال التريبانوسوم البوزي تكون بوليمورفيك. زينب علي باجي موجودة ولا لا زينب؟ زينب علي باجي موجودة؟ زينب حسن موجودة؟ زينب صادق موجود؟ زينب؟ لا بدك موجود زين. شنو حكينا عن التراكوماستيغوت مال التريبانوسوم البوزي؟ شنو قلنا عليها؟ ما يصير بها تكاثر يتوقف. لا الصفة المميزة مالتها أيضا هي بها أكثر من صفة مميزة. شنو الصفة المميزة مال التراكوماستيغوت اللي موجودة بالتريبانوسوم البوزي مو الكروزي؟ بس احنا دا نحكي عن الكروزي. البوزي اللي حكينا عنها قبل شوية التراكوماستيغوت مالتها شنو من مميزات؟ هو بها فلاجيلا. هذيك الأماستيغوت مالتها
ما أبدي ترى أنا فصل عندي النت وهسه يلا رجع فما كنت حاضر من حضرتك. زين قلنا polymorphic ال trichomastigot مال trypanosoma مفروض تكون polymorphic. polymorphic تكون موجودة بأكثر من شكل واحد. خلينا نرجع لها وياها هذه الصورة مال trichomastigot trypanosoma مفروض تكون polymorphic بها أكثر من شكل واحد. ال long thin form اللي أول واحد على اليسرى، ال intermediate form يكون عند الوسط، وال short stumpy form اللي هو يكون infected للتيتيب واحد. زين هسه نرجع للترايكوماستيغوت مال تريبانوسوما بلوزي. يكون نون مالتيبلاينج فورم موجود بالبربرا بلود. appears as either long thin flagellate or short stumpy form. فهنا بالبلود احنا نشوف اما long thin او short stumpy. posterior end is wedge shaped. ال posterior end مالته تكون wedge shaped. زهراء احمد موجوده؟ زهراء أحمد موجودة ولا لا؟ رقية محمد موجودة ولا لا؟ زهراء جعفر؟ نعم دكتور. زهراء جعفر؟ نعم دكتور موجودة. شو يعني wedge shape؟ يعني هي تكون النهاية. ما أعرف دكتورة. عاشت ايدك مو مشكلة. برتاج صالح موجودة لو لا؟ نعم دكتور. شنو يعني wedge shaped؟ شكل واحد يعني لو شو؟ اوكي اسمك برتاج مو نتاج صالح؟ نعم نعم. wedge shaped تكون thin. thin يعني تكون حادة. wedge يعني حادة. wedge shaped نهاية مالتها تكون حادة. In stained blood smear, they are shaped like alphabets. Trypomastigote, لما أصب عين من دم الإنسان اللي هو مصاب بالتريبانوسوما كروزي أريد أشوف الترايكوماستيغوت اللي عنده أشوفه مصاب أو ما مصاب. الترايكوماستيغوت موجودة على أشكال إما تكون شكل حرف C أو شكل حرف U أو S والفلاجيلا مالتها تكون 3 on one third the length of the body يعني ثلث طول الجسم. زين هاي الفورم يكون will not multiply in humans and are taken up by insect vector. الترايبومستيغوت do not multiply in humans. كلمة in humans مهمة باعتبار انه ما يصير لها multiplication بالهيومنز معناها صار لها multiplication بالانسكت فيكتور. هذا شكل الترايبومستيغوت. احنا شنو قلنا على الترايكوماستيغوت قبل شوية؟ سارة نجيل جيل موجودة ولا لا؟ سارة موجودة؟ سجاد حبيب موجود؟ نعم سجاد شنو قلنا على الترايكوماستيغوت والإبيماستيغوت والأماستيغوت الفرق بيناتهم شنو كان؟ ترايكو البعد بين الكينوبلاست والنيوكليو صحيح. انت سجاد مو سجاد حبيب؟ نعم سجاد حبيب. عاشت ايدك. فالترايكوماستيغوت معناها بعيد. اكو مسافة بين النيوكليس والكينوبلاست. فهنا نلاحظ هذا الفورم يكون ترايكوماستيغوت. النيوكليس بعيدة عن الكينوبلاست. الابيماستيغوت يصير الكينوبلاست كلش قريب عن النيوكليس فنقدر نميزها. هنا هاي عينة مال البلاد مصبغة. with methanol same with methylene blue. المثلين بلو الكينوبلاست تكون واضحة بالنهاية مالتها هنا هذا النيوكليس هنا إذا تقدرون تشوفوا هذه الكينوبلاست وهنا النيوكليس تصير شوية طوق شوية تمام. بس الإبي ماستيغوت فورم طيبة محمد طيبة محمد موجودة ولا لا؟ وطيبة ماجد طيبة ماجد موجودة؟ نعم دكتورة. طيبة محمد. طيبة محمد. طيبة ماجد موجودة ولا لا؟ موجودة زين. طيبة محمد شنو قلنا الإبي ماستيغوت فورم؟ شنو معناته الإبي؟ إبي ماستيغوت فورم؟
من اسمها ابي شنو ممكن يكون الفورم مالتها؟ شنو الصفه المميزه لها؟ يعني الصفه المميزه لها؟ اوكي مو كذا. It has a kinoplast adjacent to the nucleus. الابي معناها الكينوبلاست يكون قريب من النواه. الابي مالتيجود فورم is found in the insect. قلنا موجود بالفيكتور بالانسكت بالحشره اللي هي الريدوفيت بوك. المصطلح العامي مالتها يسموها فيسينج بوك بس هذا يعني عامي. هذا الفورم اللي جاب الكلتشر لما نزرعها بالمختبر يطلع لنا اللي مالتيجود فورم بالكلتشر اللي يكون الكينوبلاست adjacent to the nucleus من ابي معناها قريب. الاندولايتنج ممبرين runs along the anterior half of the parasite. الاندولايتنج ممبرين runs along the interior half of the parasite. Lepi mastigot divide by binary division in front of the vector. Assemble binary division in the hinge of the vector in the rid of it book. هذه صورة slide out توضح لنا الفرق يعني بالنسيج بالعينة اللي ناخذها من الهمومة الفرق بين الابي mastigot والتراكو mastigot والام mastigot. من عندنا والله سرعة أمين موجودة ولا لا؟ موجودة أوكي. سجاد علي عبد الحسين موجود ولا سجاد علي؟ زهراء ستار موجودة؟ نعم دكتور. إينس دكتور اسمه ده أسمع الصوت إينس اوكي ناس معناها عش لانه الاماستيجوت هذه صيغه صغار ويتجمع داخل الخليه يصير فيه تكاثر داخل الخلايا تدخل للخليه تتكاثر يصير مويه من عندهم داخل الخلايا الخليه تنفجر بسبب الاعداد الهائله فيسموها نست. نست يعني نست جوجلوها فتصير اعداد كبيره فيسموها نست. هسه بالامج اي سلايد الابيماستيجوت نلاحظ بالابيماستيجوت واضح جدا القرب بين الكينوبلاست والنيوكليوس بالترايكوماستيجوت الفلاجيلا الابيماستيجوت هنا الانجوليتنج ممبرين يكون واضح بالترايكوماستيجوت الانجوليتنج ممبرين جدا واضح الكينوبلاست موجوده بالبوستيريور اند واضحه جدا النست اوف اماستيجوت الاماستيجوت بتحط دوائر واحد. Laboratory diagnosis. Direct microscopic examination of peripheral blood smear. قلنا احنا نقدر نشوف ناخذ عينه من البلد اما انه نفحصها مباشره او نطبقها بالليشمانيا. لما نفحص البلد نشوف التراكو ماستيجوت. امين مكي موجود ولا لا؟ أمين مكي موجود ولا لا؟ نقدر نسوي لها inoculation in animals حتى نشوف أنت تسوي لها diagnosis and inoculation animals. Xenodiagnosis by allowing a laboratory dog to feed on patient blood, blood and examine its intestinal content after 2 weeks. يسموه xenodiagnosis ناخذ حشرة أكو يعني حشرة بالمختبر. أنطيها البلد مال البيشنت حتى تتغذى عليه وأفحصها ورا أسبوع من أفحص الكونتنت مال المعدة مالتها إذا ألقى الباراسايت فما ألقى حتى أشخص إذا لقيته معناه هذا مصاب إذا ما لقيته غير مصاب على تعود إلى مرض آخر. بايوبسي أوف لمف نود أور مصل البايوبسي أبرار عبد الزهرة موجودة ولا لا؟ أبرار عبد الزهرة ابتهال ابراهيم موجودة ولا لا؟ نعم دكتورة موجودة قبل شوية كان النت فاصل. ابتهال؟ نعم دكتورة ابتهال. يعني شنو يعني بايوبسي؟
بايوبسي من أخذ دكتوري. هي عرفت إذا جبتها البايوبسي معناها خزعة. الخزعة معناها إنه يأخذون جزء صغير من الجلد يقطعوه إلى شرائح صغيرة عمود يبنون على الخلايا مالته. هاي معنى البايوبسي. نعم. بايوبسي أوف ليمف نود يعني يأخذون جزء صغير من الليمف نود قطعة نسيج كلش صغيرة يقطعوها إلى شرائح رفيعة جدا جدا يشوفوها جوا المجمر حتى يعرفون يشوفون إذا يقدرون يشوفون ال يا فورم يشوفوا بالبايوبسي. حسنين محمد موجود ولا حسنين محمد؟ نعم دكتورة. حسنين لما ناخذ بايوبسي مالت الليمف نود يا فورم مال الشريبانوسوما نشوفها بالبايوبسي؟ بس ايش ناخذ دكتورة ما اسمع. بايوبسي لما ناخذ بايوبسي تعرف شو يعني بايوبسي ولا لا؟ يعني استئصال الجزء يعني من النسيج هيك. تمام ناخذ جزء من النسيج. لما ناخذ جزء من النسيج النسيج اللي يكون مجموعه خلايا اخليه جوا المجهر اريد اشوف هذا الشخص مو بالتريبانوسوم ولا ما مصاب يا فورم يا ستيج من الباراسايت القى بالنسيج. دكتور التراي بوماستوغيت التراي بوماستوغيت احنا قلنا وين موجود هذا؟ ما اتذكر دكتور محمد واحد على محمد عاشت ايدك اهم شيء المشاركة لحد الان على المختبرات الجاية اذا جاوبوني يكون افضل باعتبار ان هذا المختبر قديم يعني يعني مفروض تعرفون. بس البايوبسي حسنين علاء موجود ولا لا؟ تعرف يا فورم نلقاه بالبايوبسي؟ الأماستيغوت. الأماستيغوت ليش نلقى الأماستيغوت؟ لأن موجود داخل الخلايا. عاشت إيدك. يعني هو أصلاً الأماستيغوت يكون إنترا سيلولر فأنا إذا أخذ نسيج البيوبسي هي نسيج وليس بلد ليس بريفل بلد فأنا لما أخذ نسيج بدي أشوف الباراسايت الموجود بي أشوف الباراسايت اللي هو أصلاً موجود بشكل إنترا سيلولر لي داخل خلوي أنا لما أفحصه يطلع لي هذا الشكل الأخير اللي هو شكل سي هذا نسيج بيوبسي يأخذون جزء من النسيج يقطعوا قطع ناعمة يخلوه على السلايد يضعون عليه يلقون الأماستيغوت فورم. الطريقة الأخيرة من دايغنوسيس يكون سيرولوجيكال دايغنوسيس اللي هو عن طريق الديتكشن أو باراسايت أنتيجين أو أنتيبودي. السيرولوجيكال تيست إنكلود كومبلمنت فيكسيشن تيست إميونوبيرسيف تيست إلايزا أند إنترادرمال تيست إلايزا هايبرسنسيتيفيتي يوزين تريبانوسوما كلوزي أنتيجين. هسه هاي الصورة توضح الفرق بين التريبانوسوما بوسي والتريبانوسوما كروزي. بالتريبانوسوما بوسي التريبانوسوما بوسي يا مرة بتسبب ان بنت الهدى اشرب بنت الهدى موجودة ولا لا؟ تبارك فريق موجودة ولا لا؟ تبارك فريق موجودة؟ ثناء فاضل موجودة؟ نعم ثناء فاضل ال الديزيز اللي بتسبب لنا اياه تريبانوسوما بروسي شنو اسمه؟ سليفينج سكينينج سكنس سكينينج يعني انتزاع الجلد. عاشت ايدك. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام. دكتورة قبل شوي قلت تفتح المايك عندي. بس هاد لحظة البنيل قبل شان فاضل مو؟ ثناء فاضل؟ نعم. شنو اسمك اليوم فتح المايك قبل شوية؟ اي نعم. توارك فريق. تبارك فريق انتظرينا اذا صحنا اسمك مرة ثانية اذا لحقنا اوكي اذا ما لحقنا ما عندنا خروج عن مستوى الفن. تمام دكتورة.
تمام. بس اسلام فاضل موجود ولا لا؟ اساور صباح موجوده ولا لا؟ نعم ست. اساور شنو اسم الماضي اللي سبب لنا اياه جمال عصام محفوظي؟ شاكس ديزيز. شاكس ديزيز عاشة عينك. احمد محمد موجود ولا لا؟ احمد صاحب موجود؟ نعم دكتوره. احمد صاحب شنو اسم الفلاي اللي هي الفكتور للتريبانوسوما بروسي؟ الفكتور فلاي مال تريبانوسوما بروسي شنو اسمه؟ التستس فلاي اسمه تي تي. تي تي تستس غير معنى لها. تي تي فلاي. احمد صاحب. احمد باسم احمد باسم موجود. انفال عادل موجود ولا لا؟ حسين حميد. حسين علاء. حمزة صبار. حميد فرحان. حميد فرحان موجود ولا لا؟ حيدر سعد. نعم دكتورة. شنو اسمك ولا ذهنك؟ حميد. حميد فرحان. حميد فرحان. نعم شنو اسم الفكتور مال تريبانوسوما بروسي؟ لا عفوا دكتورة ما سمعت الصوت. الفكتور مال تريبانوسوما بروسي شنو اسمه؟ ما اعرفه دكتورة. هو موجود قدامك على الشاشة. ما راح نحسب لك درجة لأنه هو مستوى فيزياء يعني درجة قليلة. شنو اسمك؟ حميد. حميد فرحان. عاشت ايدك. حيدر سعد موجود ولا بس الفروقات بين التريبانوسوما بروسي والتريبانوسوما بروسي قالوها الشباب بالنسبة للايدنتيفيكيشن مالتنا الفرق يكون بالتريبانوسوما بروسي تكون الكينوبلاست مالتها سمول التريبانوسوما بروسي الكينوبلاست مالتها تكون واضحة لارج. زين هسه التريبانوسوما بروسي الديفيجن مالتها يصير از ثلاثة منطقه في البلد. التريبانوسوما بروسي الديفيجن مالتها يصير بالتشيو وبصورة عامة البروسي تكون أكبر من البروسي. لهنا هذا المختبر بالنسبة للتوكسوبلازما غوندي راح أخليها على المختبر الجاي. عاشت إيديكم. راح انزل لكم في اللحظة خلينا ننزل لكم رابط الحضور عن مدى سجلون حضور. دكتور ما صح اسمه على المحاضرات الجاية؟ وحتى اللي صح اسمه ممكن صح اسمه على المحاضرات الجاية مرة ثانية. يعني ماكو امان بعد. دكتورة بس الكويز يعني بس بهاي المنظمة هسه راح تنزلين لنا اياها جديدة لو كلها؟ اي بس بهاي الجديدة حتى افضل اقل